سيادة عمدة المجلس الصديق، إن إشعاع المجلس في مختلف المجالات الفكرية والعملية قد أعطى عاصمة فرنسا نجم مدينة اللوم. خرج المسافات الشاسعة وحواجز البلدة السالكة ووصل إلينا ومن نعومة الأطفال، لذلك كانت دعوتكم الكريمة لي موضع ارتياح عميق في النفس لا يعادل سوى سرور التعرف اليكم وايجاد روابط صداقه دائمه مع رجل ذلك حكومه الجمهوريه الفرنسيه الصديقه قبل ان يتولى عمله هذه العاصمه الفخوره بشعبنا الحبيب، هذا الشعب البطل الذي اعطى اقصر الدروس للعالم اجمع عن كيفيه النضال في سبيل الحريه والعداله. ونحن في اليمن عندما لقينا حصول الحزبه والرجعيه لنبني جمهوريتنا وحكما انسانيا قط، كان في ذهننا ايضا استيلاء شعب باريس على حكم الفاسدين. وغريب عن ذلك ان باريس رائعه ايضا بمعالمها ومذاهبها وجامعاتها وجمالها الذي لا يعادله الجمال. وجدير بالذكر ايها الصديق انني تعلمت بهذه الشهاده المتعلقه بجمال باريس جولة أحد شعرائنا الذي وصف صنعاء عاصمتنا المحببة بأنها في منتهى الجمال، مؤكدا بأن باريس لا تعادلها جمال. ولكننا جميعا نحب الشعراء والعشاق مبالغاتهم العاطفية، ونعتقد بأن شاعرنا لو رأى باريس كما نراها لكان أكثر تواضع. وتأكدوا بأنني سأذكر دائما هذا اللقاء معكم ومع أعضاء مجلسكم الموكل، كما أني لن أنسى كرم الضيافة وحسن الوفاد وروح المودة التي لمستها من مقام رئيس الجمهورية الفرنسية ومن سيادتكم ومن كل من اجتمعت بهم في هذه الزيارة القصيرة نظرا لطبيعتها الرسمية. معلنا النفس أن أعد الزيارات الشخصية لمدينتكم الفريدة وبلادكم المزدهرة التي تستحق أن تخصص لها الأسابيع وليست الأيام، لكن المشاغل كثيرة لمن ألقى الشعب على أكفاءه مسؤولية الجاهل ليتسابق مع الزمن في سبيل الوصول إلى أرضه المنشودة بعد وصول الغوي. والشعب اليمني الذي يعرف ويفتخر بأن تاريخه مجيد وأن إنجازاته الفنية والإنشائية تعود إلى آلاف السنين، يعتز بأنه أول من شاف مرتفع السحاب وبنى السدود وربح الأنفاق والعالم أجمع، لذلك فإنه مرحب للحكم في المدنية والتكنولوجيا الحديثة كبير. لهذا كان حرصنا على تراثنا وطابع حضورنا ومنها الفن المعماري شديد، وقد أعطيت التعليمات في العاصمة صنعاء وسواء من المدن للحفاظ عليه مع احتباس كل ما هو مفيد وجديد. وإني آمل أن تسمح لكم مهامكم العديدة لزيارة بلادي وعاصمتها والتعرف إلى شعبي وتطلعاته إلى مستقبل متطور مبهر. والتدوا باريس وإشعاعها وتزداد نورا بعهدكم، والتدوا استضافة الفرنسية اليمنية وصداقتنا الشخصية. شكرا.